Estimate V1 in figure. Assume the air to be incompressible with rho 1.2 kilogram per meter cubed. هنا السرعة صفر V2 V1 مطلوبة وعارفين فرق البريشر بين P1 زائد ارتفاع 2 سنتي وتر يعني رو جي اتش اللي هي 0.02 × 9810 ده الرو جي وده الاتش هنا بي 2 يبقى فرق البريشر بي 2 ناقص لا بي 1 بقى بي 2 صح ناقص بي 1 هيساوي رقم اللي هو 0.02 × 9810 196 باسكال. نطبق بقى برنوليز اكويشن بيقول ان V1 تربيع ده المطلوب زائد P1 على جاما زائد Z1 V2 تربيع على 2 جي اللي هي بصفر وال P2 ده ناقص ده عندي والزد واحد ناقص Z2 نفس الارتفاع مفيش فرق يبقى ده راح مع ده ده بصفر يبقى اقدر اقول ان V1 تربيع على 2G بتساوي B2 ناقص P1 على جاما تعالوا كده نطبق B1 تربيع مطلوبة 2G B2 ناقص P1 1 96.2 الجاما اير 1.2 في 9.81 أقدر أشيل ده مع ده إذن ال V1 هضرب ده في 2 وأقسم على 1.2 وأخد جذر التربيع تقريبا 18 متر بير سكند هتبقى C.